المشرفة، المكان الذي أسري إليه بسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله له من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بيت لحم، المدينة المقدسة لدى جميع الطوائف المسيح في أنحاء العالم، وفيها كنيسة المهد التي أقيمت على المكان الذي ولد فيه السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. كنيسة القيامة، وبها صلب السيد المسيح عليه السلام. صراع في جرش، صراع بين الخير والشر، بين نداء القلب والتضحية في سبيل الواجب. فتاة له رجل ظالم يتحديان القدر. صراع عنيف من أجل المال. صراع في جرش، الفيلم الذي وضعت له أفلام الأردن جميع العناصر الفنية لتقدمه لكم في إطار جذاب. الحب والإخلاص يجتمعان في أسمى معانيهما، وهناك الصراع والتضحية، وكل هذا تجدونه في فيلم صراع في جرش. الحب العميق والصراع العنيف الذي يمتد لهيبهما من مدينة عمان إلى آثارات جرش الهائلة. صراع في جرش، بطولة سامي أحمد إبراهيم، واصف الشيخ وآمال عزت، وصبحي مصطفى. صراع في جرش فيلم صورت مناظره في جميع الأماكن الدينية والأثرية بالأردن. صراع في جرش، إنتاج وتوزيع شركة أفلام الأردن.
محمد اديني فندق فريدلفيا. الو فندق فريدلفيا، انا عاطف من دائره المباحث، ارجوك احجز لي غرفه لشخص واحد اليوم. شكرا. الحمد لله على سلامة الوصول. الله يسلمك. كيف صحة البابا؟ بخير، بسلم عليك. تفضلي. المطار جميل ها؟ مبهر جدا. سهرة جميلة يا عاطف. سهرة جميلة بوجودي. بحاجة بكرة صباحا عشان نطلع جولة سياحية. جولة سياحية؟ فين يا عاطف؟ في القدس والبحر الميت عشان افريقيا على الاماكن الاثريه والدينيه. عظيم يا عاطف، اشكرك. العفو. الو مريم. اهلا عاطف، انت جيت وهياني قدام.